ورجعنا لكم من جديد. وطبعا عندنا في جدة أسبوع فني حافل فنون تشكيلية كثيرة، وحنتكلم اليوم على إحدى المبادرات اللي كانت موجودة، هي إطلاق جدرانية جدة. وكان في هذه الجدرانية الجدة دعوة لهواة الفنون البصرية للمشاركة في مسابقة الرسم على الهواء الطلق، وطبعا تدور فيها ألوان كثيرة وفن، يعني ما شاء الله مواهب كانت أكثر من رائعة في هذه الجدرانية. صحيح إيمان، وهذا الحراك الثقافي الجميل ضمته كله وعملته في تقرير، وهي الزميلة غادة الشاطبي. خلونا نتابع. في وسط جدة التاريخية وبين أزقتها العتيقة التي تحمل عبق الماضي، اجتمع ما يقارب 50 فنان وفنانة تشكيلية من جميع مناطق المملكة ليتنافسوا في إبراز جمال المنطقة من خلال أعمالهم الفنية بمسابقة فنية تشكيلية هي الأولى من نوعها في الهواء الطلق، أطلقتها جدرانية جدة وأيامنا الحلوة. الجوائز قيمتها 13,000 ريال، الجائزة الأولى 5,000 ريال إلى 500 ريال. طبعا الشروط اللي كانت من ضمن المسابقة دي إنه العمل الفني اللي يرسم في الساحة أو في المكان اللي هو جدرانية، اللي هو جدرانية هنا جدرانية جدة، إنه ما يخرج من المسابقة بحيث تكون في شفافية أكثر. في البداية أول يوم كان في ستريس إنه مسابقة وكذا، بس ثاني يوم كان في انسجام عجيب بين الفنانين، لدرجة إنه كنت أرسم حاجة وأروح أنادي من هنا أمشي لغاية هناك عشان أنادي فنان تشكيلي يجي يديني رأيه، فكانت تجربة جدا ثرية، نسيت تماما إنه هي مسابقة. تضمنت المسابقة ورش عمل ومعرض فني لبورتريهات حجازية وكل ما يتعلق بالتراث الحجازي داخل المنطقة التاريخية، البيوت القديمة والتحف والرواشين، باستخدام جميع المدارس الفنية كالجرافيك والخط العربي والنحت. شارك بها فنانين من مختلف الأعمار. سمعت عن الجدرانية من الفنانين الزملاء، اهتميت جدا وحبيت أجي، أولا عشان أشوف تاريخ جدة، أول مرة أشوف المكان، وصراحة انبهرت إن في زي قرية كاملة أو مدينة كاملة كلها أثرية. حبيت المشاركة، كانت الفئات العمرية مختلفة من كبار وصغار، مجموعة كبيرة من الفنانين، استفدت من نقدهم، من تفاؤلهم، أشياء كثيرة. إحساس رائع ما أقدر أوصفه. تهيأت الفرصة لحفيدتي لين وكانت مشاركة وأبدعت وعرفتها على الزمن الجميل اللي عاشوه أجدادنا وآبائنا. عبق الزمان كان رائع في هذا الجو الجميل. أعمال فنية صفت لتتجلى كلوحات عريقة للفن الحجازي الذي أبدع فيه فنانون، حرص كل منهم على ابتكار خطه وأسلوبه الخاص الذي يميز لوحاته عن الأخرى. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. حقيقة تقرير أكثر من رائع، نشكر غادة الشاطبي أكيد عليه، شكرا لك غادة. طبعا منورين اليوم في الاستديو نورة صالح، يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي، وهاجر نعمان يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي، جمعان يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. هاجر، في البداية خليني أبدأ معك وأسألك، الفكرة اللي شاركتي فيها في هذا المعرض أكيد حابة أنك أنت تحكين عليها أكثر، وإيش الهدف كمان؟ إن شاء الله. في البداية أصلاً جات الفكرة في بالي إنه كنت حسويه، بعدين سمعت عن مسابقة الجدرانية، أنا كنت عضو من أعضائهم، فعندنا جروب، فبتجينا أي حاجة فيه أول بأول، أي رسائل أي فعاليات بتكون في الجدرانية بتجينا،
فجتني الرسالة حقت المسابقة وأنا أصلا كنت حأسوي الفكرة دي، فحبيت إني أشارك. مش ضروري إني أنا أفوز، أهم شيء إني أنا أقيم فكرتي، يعني عشان أقيم فكرتي إنه أنا إيش مستوى فكرتي، إنه الفكرة اللي فكرت فيها. فسمحوا لي، قالوا لي إنه من شروط المسابقة الخامات ما هي محددة، الرسمات ما هي محددة، أي حاجة إحنا نسويها بس في يعني، وكمان إنه ما تخرج الأعمال ما تخرج من مكان المسابقة. جميل جدا. تبقى عندهم. حلو. طيب هاجر قولي لنا إيش هي اللوحة أو العمل اللي شاركتي فيه بهذه الجدانية؟ استخدمت لوحة الجبس، واستخدمت الخشب، واستخدمت الكهرباء، دخلت في لوحتي كهرباء بس يعني لسه ما خلصت، إن شاء الله بإذن الله اليوم أخلصها نهائيا. حطيت فيها الجبس، أساسها كان جبس، والباب برستو سويته خشب وسويت له درج، يعني لما تشوفيها كأنها 3D بس هي حقيقة 3D يعني كده رسمة بارزة، وفي لها كهرباء كمان يعني في الأطراف. إيش تسوي في الكهرباء هذه؟ لمبات تشتغل مداخل الباب. حلو. يعني دمجتي بين الإضاءة وبين الرسم. هي أساسا يعني أي فكرة في الحياة تسويها لازم يكون في لها رسم، يعني ترسمي الخطة، يعني أي حاجة ترسمي خطتها برصاص بعدين تبدأ عليها، سواء كان زيتي أو أكريليك أو أي شيء بالرسم. حلو. تأسسي بالرصاص. حلو. جميل. فأنا رسمتها في بالي وكل حاجة الفكرة، وبعدين سويتها، فإن شاء الله بإذن الله يعني تكون نهاية جميلة إن شاء الله بإذن الله. لكن خليني أنتقل إلى نورة وأرحب فيك مرة ثانية في برنامج سيدتي. خليني أسألك، إيش كنت تفكرين لما اشتركتي في هذه المسابقة؟ يعني حسيتي إيش ممكن تضيف لك هذه المسابقة؟ في البداية أنا كنت حابة أتحدي نفسي، يعني إذا ممكن أشتغل قدام الناس والضغط هذا كله، ما شاء الله الناس كثير جوا وقتها. كان عندي فضول أعرف إيش حيكون رأي الناس يعني وأنا أشتغل قدامهم، لأنه أنا قبل شاركت في معرض وكانت أشياء جاهزة. حلو. المرة هذه أشتغل قدامهم من الصفر يعني. فعلاً هذا جدا تحدي كبير. أيوه. طيب حكينا أكثر نورة، إيش هي نوع المنحوت اللي شاركتي فيها؟ سويت مرسم ل رجال لابس شيخ، يعني لابس لبس الحجازي. أيوه. وبس. يعني هذه كانت يعني الفكرة إنه يكون شيء عن الحجاز أو يمثل الحجاز. جميل جدا. طيب نرجع لهاجر. هاجر، أشياء أو لقاءات من هذا النوع كإيش ممكن تضيف للفنان؟ هل تزيد من قدرة الفنان مثلا؟ هي بتزيد من قدرة الفنان، بتشجعه وبتحمسه وبتخليه يصير إنه ما يتوتر من حاجة، ما يخاف من حاجة. في فنانين ممكن يكونوا فنانين يعني مرة يحبوا الهدوء وكذا، يرسموا بهدوء لحالهم بدون شيء. في فنانين يحبوا يرسموا في أجواء ناس وزعاج وعادي. في فنانين لا، يحب جو إنه موسيقى وشيء هادي. وأنت من أي نوع؟ أنا بتاع كله. الفن ما يوقف على شيء معين، يعني أنت فنان بدك تبدع بأي حاجة، يعني مو الفن بس إنه لازم يكون عندي ألوان، لازم يكون عندي شيء، لا، أنت يكون الفن في أشياء كثيرة ممكن تبدع. التكيف ممكن جميل. ممكن أنت تبدع بإبزاز، برصاص، بألوان، بخشب، ببلاستيك، بكل حاجة. ممكن تعيد الأشياء إعادة تدويرها فتطلع معك مشروع، فأنت تبقى فنان، يعني مش بس أنت مسكت فرشة أو ريشة صرت فنان، لا، الفن بأي حاجة. لا حلو، واضح هاجر أنت فاهم الأمور صح يعني. فعلا. طيب نورة، ننتقل لك مرة أخرى. دوبك ذكرتي على أساس أنه كانت تجربة فريدة من نوعها أنه كنتوا بتسوي شغلكم من الألف للياء أمام الناس. فحكينا أكثر عن هذه التجربة، هل كانت حلوة غير أنه هو تحدي؟ هل كان موتر شوية، مربك ليكم، ولا كان بالعكس مشجع؟ أيوة. وخاصة مع تعليقات الناس، فحكينا أكثر عن هذا. أيوة، سمعت تعليقات كثير وخاصة الأطفال مرة عجبهم. إيش كانوا يقولوا؟ التفاصيل في اليد أنا أسويها زي كذا مرة عجبتهم. يعني أيوة. كيف كان الإحساس غير إنه هو تجربة حلوة؟ كان مربك بالنسبة لي؟ لا كان لا عادي. مرة ارتحت، مرة كان ممتع أصلاً. حلو. حلو. هل هناك أعمال شدتك في هذه التجربة، أعمال أخرى مثلا حبيتيها من زميلاتك طبعا اللي معك؟ أيوة. كان معنا فنان يسوي الرواشين بالخشب، مرة كان مبدع ما شاء الله. حلو. أيوة. كان في فنان يسوي المجسمات، أنا مرة شدتني المجسمات أكثر شيء هنا. هل هناك أعمال أخرى مثلا جذبتك، حسيت إنه فيها شيء مميز ما قد شفتيه قبل كذا؟ كلهم ما شاء الله مميزين. شوفي، يا انت خجوله يا انت بس حابه تعطينا معلومات. لا انت اي احد، كلهم مستواهم رائع ما شاء الله، موجودين معانا.
حلو، يعني هو كمان روح المنافسة كمان، يعني خلاص كل واحدة يعني أحس ممكن تميل نورة في الأشياء اللي هي المجسمات والأشياء اللي تنبني أكثر من مثلاً اللوحات والرسمات، لأنه أنت يعني منحوتات. هي شكلها هادي، بس خليني أسألها إيمان، يعني مثلاً هاجر ذكرت لنا أنه في عدة فنانين على حسب الأجواء يحبون يشتغلون، في ناس يحبون في صجة زي ما ذكرت، في ناس لا موسيقى وهدوء وكذا، أنت من أي نوع؟ والله يعني أنا أحب الهدوء، أنا أحب أيوة الهدوء، أنا بس كده برضو اشتغلت معهم ما شاء الله وسط يعني. بتحسي لو كان هدوء كنت حتبدع أكثر؟ لو كيف؟ لو كان أكثر هدوء كنت حتبدع أكثر ولا لا؟ يمكن يمكن أيوة. حلو، طب لو كان وقت أطول كمان. حلو، طب ننتقل لهاجر، نبي نعرف كمان هاجر كيف كانت التجربة وكيف كان حس المنافسة بينكم هناك، خاصة إنه في أكثر من نوع يعني أو فنان موجود في ذلك المكان، فحكينا أكثر عن التجربة. والله هي حلوة، حلو الواحد يجرب كل شيء يعني في الحياة، شيء جميل. فما شاء الله أنا واليوم نزلت ما بديت أرسم، يعني أخذت فكرة كاملة عن المكان، شفت الفنانين ما شاء الله، شفت ناس بدأت بترسم، في ناس بدأت تأسس، لأنه في ناس بترسم أكريليك، في ناس بترسم بزيتي، في ناس رسمت بالفحم، في ناس رسمت بالرصاص، في ناس بدأت ترسم بالجبس الخفيف حق الرسم وكذا، في ناس بتسوي أشياء بارزة، بتسوي مشاريع. حلو، في تنوع يعني، فمرة يعني أشياء متنوعة، ومع الجو ما شاء الله كان يعني مرة شيء جميل. حلو حلو. طيب هاجر حكينا أكثر كيف حتكون المسابقة، كيف شروطها، إيش الأشياء اللي حتصير الحين خلصتوا؟ إحنا اليوم آخر يوم، في فائز، إحنا اليوم آخر يوم بإذن الله، قلنا إنه اليوم حتتوزع الشهادات شكر وتقدير لكل المشتركين، وحيكون في فائزين لهم جوائز، يعني تقريبا هم 10 الأوائل فائزين أو شيء زي كذا، حتكون المبالغ مادية وكذا، إنه حتكون لهم فلوس الهدايا، والباقيين المشتركين كلهم ليهم شهادات. جميل، فهو حلو ان الواحد يجرب شيء جديد، يرسم مع الناس، من جد انه يرسم مع الناس والاجواء دي وكذا حلو، يعني انت لما حترسمي في اجواء كلها ناس، حتشوف من هنا فكره، حتاخذ من هنا معلومه، صحيح، فحيكون في تبادل معلومات، حيكون في تبادل افكار، الفنان الخجول اللي بيستحي حيكسر ذا الحاجز، حيصير يتكلم مع الناس، ياخذ ويعطي مع الناس، ممكن في فنانين يعني تقعدي معاهم مرة وقت طويل، يعني أكثر من أهلك، يعني بتقعد معاهم بتشوف فنانين كثير، يعني هذا الأسبوع كان أنا تقريبا رحت فيه كم يوم، خبرة كافية يعني. أيوة ما شاء الله، يعني في خبرة، بتاخذي خبرة، بتسألي، بتعرفي أكثر، ممكن أنت تكوني ما أنت عارفة معلومة أو شيء، فتسألي فنانين كبار فعلا، يعني تستفيدوا من بعض في هذه التجربة. بس خليني أنتقل لنورة، نورة تجربة زي كذا في إيش ممكن تضيف لك في مشوارك الفني أكيد؟ يعني في المستقبل ممكن تضيف لك أكيد خبرة يعني هذه التجربة. أيوة، مستقبل دي الأعمال كيف يكون؟ إن شاء الله أطور من نفسي أكثر، يعني لأن أنا ما شفتني يعني مرة متقنة الشغلة، يعني ما استفدتي من هذه التجربة؟ إلا تعرفت على فنانين كثير، سمعت آرائهم، يعني معنا فنانين كبار ما شاء الله من زمان يعني يرسموا وزي كده، وفي نحاتين قد نحتوا كمان، سمعت آرائهم. جميل جدا، وانتقاداتهم كمان. حلو حلو. طيب نورة صالح، شكرا لحضورك معنا اليوم في برنامج سيدتي، وهاجر جمعان شكرا لحضورك معنا اليوم في برنامج سيدتي، شكرا لك. متابعينا، فقرات سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، خبراء التجميل والتصميم الأخوين ماجد ومشعل حنان في ضيافة سيدتي.